السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة بقى هيبقى يوم مش عادي، يوم كله قلق من اوله لحد اخر الحلقة. النهاردة اشتريت الحاجة اللي كان نفسي فيها، طبعا الجريل اللي هو التركي ده بقى مميزاته ايه يا دود؟ ده اولا مصنوع من مادة خالية من الرصاص اسمه اركان، وده تركي، ودوت بقى يعني بيشوي اللحمة، الخضار السوتيه، السمك، الفراخ طبعا، وشكله جميل زي ما انتم شايفين. طبعا نعرف الخمس دقايق زي ما انا بوريكم كده، الحفر بتاعه بيبقى بارز جدا. تعالوا بقى نتفرج عليه سوا، ده وش وظهر طبعا، عشان تعرفي هتعرفي من ملمس، هتلاقي كله بيبقى مرسوم عليه، بس البرز مش زي دوت كده. في انواع كتير كانت قدامي، طبعا مش عايزه اذكر انواع. ده طبعا في 2 مغناطيس، وده بتاع التحكم، وهنا هو كده التقليمه ديت للشوي. لما تيجي تشوي لحمه، هتشوي سمك، هتشوي همبرجر، اي حاجه بيعمل لك بقى شكل، هتعمل كريب مثلا، هنعمل هنا بقى الابداع كله. طبعا الكاوتش ديت بتمنع اي تسرب، بحيث ان انت تقلبي الناحيه دي او الناحيه دي. الكاوتش اللي هي المدوره ديت او الابزيمه ديت، ان انت بتفكي من هنا اهوت كده، بيبقوا 2. لو انت يعني عايزه تعملي حاجه مشويه وعايزه تنجزي بسرعه. طيب انا دلوقتي عشان اول مره هستخدم الجريل، وطبعا مش عايزه اللون بتاعه يروح، ولا عايزاه يتأثر بعد كده بالغسيل ولا بالدخان ويفضل محافظ على اللمعان بتاعه، هعمل ايه؟ هقولك بقى يا ستي هتعملي ايه. حاجة بسيطة جدا، هتجيبي طبق وتحطي فيه شوية زيت او شوية زيت وحتة سمنة زي ما انا هعمل، وبفرشة، وهتوزعي كله في الجوانب وفي الجريل، مش هتسيبي حتة الا وانتي دهناها بالزيت ده. طبعا الجريل ده بيتعامل نفس معاملة الطاجن الفخار بالظبط. فأول مرة علشان تحافظي على الجريل ما يجي يعيش معاكي العمر كله، لازم ان انتي تجيبيه وتدهنيه كده بالزيت او زيت وسمنة، وعلى نار هادية هتفضلي بقى تقلبي من ناحيتين، مش هتسيبي حتة الا وهي واخدة السخونية. طبعا النار بتبقى طبعا الشعلة في النص. طيب الجريل دوت بقى ينفع البوتاجازات المسطحة والبوتاجاز الشعلة والبوتاجاز العالي، فهو فيه مميزات كتير جدا، وانا بصراحة ما حبيتش اشتري حاجة رخيصة وخلاص. انا حبيت اجيب الحاجة خامة تعيش معايا على ابعد مدى. تمام، طبعا انا بدهن كل حاجة زي ما انتم شايفين، حتى المقابض بدهنها على اساس ان هي هتعيش معايا وما تتعبنيش في الغسيل. زي ما انتم شايفين كده بالظبط. طبعا انا مش عايزه افضل اتكلم كتير، يلا بقى على البوتاجاز. ايوه اهو زي ما انتم شايفين كده، وهقلب على الناحيتين، هيبقى ايديا فيه دايما، ودايما المس الحراره من بره. وزي ما قلت لكم دوت عامل زي الطاجن بالظبط كده، بيبتدي يسخن الاول من تحت بعدين من الجوانب. انا ببتدي ان انا الفه شويه بشويه والمس بصباعي اهو، اول ما افتح الاقي الدخان والاقي الزيت كده عامل قطرات، افضل كل شويه المس الملمس. يلا بقى ندخل على الاكله بتاعتنا النهارده. انا النهارده معايا رومي، انا كان عندي رومي، اخدت الصدر بتاعه وقطعته دواير، وبعدين كنت واخداه بصراحه متبلاه وحاطاه في الفريزر، عاملاه تشويه كده لأي وقت. طبعا النهاردة فكرت أعمل أكلة غريبة جدا، وهي الرقاق باللحمة المفرومة في الجريل. تمام، دايما بنعمل الرقاق في صواني، تعالوا بقى نعمل الرقاق بطريقة مختلفة وجديدة بس في الجريل. عارفين الشوربة دي ايه؟ دي المرقة اللي انا عملتها معاكم في حرقة الملقة، لما كنا عاملين الروتين كنا عاملين مرقة الدجاج. شفتوا انا عاملة الشوربة حلوة ازاي؟ طبعا المكونات عندنا لحمة وبصل وملح جوزة الطيب، هي السر بتاعنا النهاردة، وعندنا زبدة. يلا بقى في الجريل هنسيح حبة زبدة كده وندهن بيهم الجريل.
زي ما انتوا شايفين. اول حاجه انا هعملها هنزل باللحمه مش بالبصل، عشان تبقى اللحمه معايا واخده الطشه كده ومفلفله باين هتحطه بالبصل. طبعا انا بعمل اللحمه على الصاج بتاعتي كله بينزل البصل الاول، لا انا هنا بنزل اللحمه الاول عشان تبقى معايا كده الواحده بخفيفه ومفلفله ويبقى حلوه كده. يلا بقى ننزل البصل مع اللحمه دلوقتي. بص اللحمه بقى اما نزلت بيها الاول خدت هي يعني وضعها، همسك بقى بلح الجوزه الطيب وهبشرها بالمبشره الصغيره وهحط المكونات فلفل اسود وبلح الجوزه الطيب وزعتر اخضر، زعتر اخضر وشويه كزبره واهو الزعتر اهو، وهقلبهم مع بعض. الملح هخليه في الاخر، هحط حبه على الشوربه وحبه على اللحمه وهشيل حبه للشاورما بتاعه الديك الرومي. ما تستغربوش من الاكله بتاعه النهارده، عندنا النهارده يوم متعب جدا فكان لازم ابدا بالغدا. طبعا هحط الملح اخر حاجه. الشوربه هنا اهوت انا هستخدمها معايا للرقاق زي ما انتم شايفين. ابتدي ان انا ادهن بقى الجريل بتاعي عشان احط الرقاق. اول واحده هسقيها شوربه بس، والتانيه هحط شويه لبن حليب مغلي على الشوربه عشان يدي للرقاق يبقى طري كده وما يبقاش ناشف معايا برضو، يديله طعم حلو كده لذيذ شويه عشان خاطر اللحمه يخفف الطعم معايا شويه. هقلب بقى الشوربه مع اللبن. طبعا شايفين الشوربه دي جميله، المرقه اللي محدش شاف الحلقه بتاعت المرقه ارجع لحلقه الروتين اللي كان فيها عمايل المرقه هتعجبك. طبعا انا هنا باخد بالشوربه والشوربه نقطت على البوتاجاز، حطيت هنا اهوت بقى رق رقاق ورق لحمه وحطيت بينهم زبده. طبعا بحط 3 رقات من تحت واللحمه وتلات رقات من فوق، وزي ما انتوا شايفين طالع معايا يجنن 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 بجد. انا كان نفسي اجيب الجريل ده جدا بس للاسف ما كانش الظروف سامحه معايا. اول ما سمحت الظروف طبعا جبته وفضلت ابحث عن الانواع الكويسه، ما لقيتش احسن من النوع دوت بصراحه. طبعا الاكله اللي بعد كده الشاورما اللي انتوا شايفين الصوره بتاعتها، الشاورما بقى معايا صدر رومي انا كنت شاويه نص شاويه كده على الشوايه لاي ظرف، وعامله دوائر زي ما انتوا شايفين ومتبلاه بالثوم والطماطم والبصل والسبع بهارات والفلفل الاسمر. معايا بصل وقطعته بصل جوريان، ومعايا فلفل رومي، ومعايا طماطم، ومعايا الكريب بتاعي اهو، والبهارات اللي كانت باقيه من الرقاق هحطها مع الشاورما. طبعا بلح الجوزة الطيب مع الشاورما او مع اي لحوم اصلا مشويه بتعمل طعم حلو. يلا بقى بينا نعمل في الجريل الشاورما بتاعتنا علشان تبقى يعني فلافيو كده حلوه. يعني انا رصيت الطماطم والفلفل والبصل والصدر الرومي، هبتدي اخر حاجه بعد ما احس ان هي استوت معايا احط البهارات بتاعتي، مش بكميه كبيره، كميه وسط، ولو بعد كده احتجت ادوق احتجت زياده احط. عاده يعني البهارات انا بقلق منها هي والملح فما بحطهمش كتير. هنا بقى العيش السوري دوت او العيش الطواق او انتوا بتسموه نوتيلا اي حاجه يعني، انا بجيبه هنا بحب اسخنه قوي على الظهر كده علشان يبقى ايه يدفي معايا شويه. هبتدي بقى الم الشاورما بتاعتي في طبق اهو، عملت معايا 3 اطباق اهي، هبتدي بقى ان انا احطها كده وبعدين الف في نص لفه. اول رغيف طبعا عشان كنت مسخناه هيتقطع مني دلوقتي. بصوا طبعا بس انا ما سكتش، انا لميت الموضوع برضو زي ما انتم شايفين. الشوربه اللي كانت موجوده دي الصوص بتاع الشاورما، طبعا ما رضيتش ارميه سبته لحد ما العيش شربه كده اهوت زي ما انتم شايفين، بيبقى طعم كده دهني لذيذ كده.
طبعا عجبتني جدا الفكرة، والطعم اصلا بتاع الصدر الرومي كان حلو، فانا اعتمدت الحكاية كلها. ابتدي بقى اعمل الطاسة التانية زي ما انتم شايفين. بصوا طبعا انا ما مسحتش الجير اللي سايباه. هنخش بقى على الروتين، روتين التعب الشاق جدا بعد البهدلة دي كلها. هنا بقى بص بقى الخضار على على الازايز، على المواعين، على البهدله كلها. طبعا ده كده خلاص اليوم انتهى معايا الغدوه. طبعا ما ينفعش ان انا اسهر بقى الروتين الليلي دوت الا لما اعمل لي يعني فنجان قهوه كده يسهر معايا شويه، اني ببقى تعب طول النهار بقى خلاص، توضيب واكل وطبيخ غير الاطفال بقى انتوا عارفين رهف صغيره. طبعا منظر البوتاجاز كان مزعلني جدا. يلا نعمل القهوة بتاعتنا عشان نبدأ التنظيف بتاعنا. خلاص القهوة انا عملتها هي. طب انا بحب منظر القهوة كده وهي بتتصب لوحدها، بيبقى يعني حلوة. عايزة اقول لكم بقى على حاجة، كل ما اجي اعمل قهوة الاقي الوش الفنجان فيه عيون، عيون كتير بصراحة، ببقى عايزة افقعها كده بس مش عارف. بصوا اهو ادي عين والتانية هتظهر 3 عيون دلوقتي. يلا بقى نبدأ الروتين بتاعنا عشان يبقى روتين تحفيزي جدا. عادة انا بجيب شنطة وبلم فيها كل الاوساخ اللي موجودة والحاجات اللي ملهاش لازمة بحطها، وبعد كده البرطمان اللي انا ورته لكم ده برطمان الثوم اللي انا كنت عاملاه استفراغ زيت زيت الثوم، كان خلاص خلص استخدمته، فحبيت اوريكم ان انا اصلا يعني بستخدمه دايما ومفيد جدا وبيخلص طبعا من تاني. هنا بقى المواعين كانت خلاص اتمام. طبعا ما ينفعش انام واسيب المطبخ بالمنظر ده. ابتدي بقى ان انا اخد الحاجات اللي هي الاول خفيفه زي المعالق والشوك الكوبايات السمك البراد، بعد كده ادخل في الحاجات الدهنيه علشان خاطر ما وسخش الايه السلكه معايا، او علشان خاطر اللي هي الكوبايات ما تبقاش مدهنينه كده، حتى لو في صابون برضو الواحد بيقلق. طبعا الروتين النهارده صعب، واليوم النهارده كان صعب جدا وكبير، في حاجات كده ساعات لما بنيجي نغسلها تعصلك معانا زي المكبش ده. ده طبعا لازم اجيب اللي هي الفرشه دي، الفرشه وادعك بقى ما بينه كده من الجنب عشان خاطر بيبقى فيه رواسب. بصوا بقى الصفايه دي بتاعت البراد ده، البراد ده انا كنت واخداها دي بتصفر بسرعه جدا، كانت صفرة هوريكم دلوقتي. استخدمت صابون جديد بيخليها تلمع، شايفين لمع الغطا كمان اصفر، هيبتدي ان هو يبقى يبرق كده. بصوا ده لونه من جوه اصلا واخد طبقه كده صفرة، البراد ده من جوه واخد طبقة مصفرة كده، يعني هو اصلا طبقته كده مدية لون الطافية كده. وما كنتش اعرف في عيب، بصوا كده في حديدة بارزة من ورا ومن قدام كده، كل ما اجي اغسله بتعورني، فالمرة دي بقى حبيت اوريها لكم عشان لو حد هيفكر يجيب نفس نوع البراد ده لا ما تجيبهوش. وانا بصراحة كنت واخدها دية وكان عاجبني في الاول، يعني شغال استعمل حلو بيقضي معايا، بياخد كتير يعني من المية، فبحب اعمل فيه دايما الشاي. بس رجع بقى يلمع، ابتدي بقى اخد الازايز اللي كانت محطوطة اللي هي بتاعت الزيت والحاجات دي بتاعتي، ابتدي ان انا اغسلها كويس، وبعدين ارجع اعيد عليها بالمية السخنة. دي طبعا بتاعتي تخلى تتغسل معايا بسرعة. انا كل ده عايزة اوريكم الصابون اللي انا مستخدماه جديد، بيخلي الحاجة بصراحة نظيفة. بعد ما غسلت المواعين يعني وقعت تاني، اضطريت ان انا اغسلها. نبتدي بقى نغسل بالرش اللي انا ورتبه لكم بتاع الازاز دوا. جربته مع الاستانلس لقيته بيخلي الاستانلس يلمع جدا وبيشيل اي دهنيات بعد غسيل المواعين او الزيوت، بيخلي الاستانلس ينور.
طبعا انا شلت الكرتون بتاع الحنفية خالص لانه باظ، بعمل بايديا كده بوزع المية في كل الجوانب. خلاص خلصت بقى، ابتدي ان انا هفرش اوضه الاطفال اللي عندي او سرير الاطفال. بصوا بقى، انا جبت الملايه دي جديد، الملايه ديت ما كانتش غاليه، كانت ب95 جنيه، فكنت جايباها للاوضه الكبيره بصراحه، فالملايه ما جاتش عليه، قلت استخدمه للسرير بتاع رهف. عاده سرير رهف هي بتتخبط وهي نايمه في الحيطه، فكنت حاطه الازرق ده الناحيه دي في الجنب، ولقيت الاكياس المخده صغير، فحطيت الكيسين مع بعض على المخدة الكبيرة وسديت بيها في النص، وحطيت المخدة التانية وفرشت السرير كده. بعد كده نخش بقى في الأكلة التانية. أنا عملت برضو عملت برضو هنا قبل ما انام، قطعت البذنجان كويس، وقطعت البطاطس حلقات صوابع، وقطعت البذنجان كده حلقات وملحته، علشان لما اصحى الصبح تاني يوم يبقى في وجبة للاطفال جاهزة معايا. طبعا انا بحب وجبة البطاطس للاطفال والبذنجان، بتبقى مفيدة جدا. طبعا البطاطس هنا انا قشرتها وجهزتها وحطيتها في مية بخل وملح. بتاع البطاطس مش عارفه بقى، حظي في البطاطس النهارده كان صعب، ليه لقيتها برضو مخرمه من جوه برغم ان انا مقشراها. طبعا انا بحب قبل ما انام اجهز الايه الحاجه بتاعتي عشان اصحى الصبح ابقى رايقه كده. ابتدي بقى ان انا هنا ايه، صحيت الصبح اهوت، ابتدي ان انا هعمل الشاي وحضرتك مستنيه تعليقاتكم على الحلقه.